وحشتوني. وحشتوني 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 وحشتوا الليل في موالي وحشتوا الضحكة في عيوني وحشتوني 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 وحشتوني. اللي حاجلها دايرة معارف اوصف هواها ومحاصيلها ونيلها من تحت نخيلها اوصف هواها ومحاصيلها ونيلها من تحت نخيلها نشيتها ايه ونشاطها ايه نشيتها ايه ونشاطها ايه وتبقى فين وحلوة دي حنزورها مدينة مدينة ونبص في يوم نلاقينا شطر وعرفنا بلدنا من شرق لغرب ودينا وده كله ليه؟ ليه؟ قولوا لي ليه؟ ليه؟ وده كله ليه؟ ليه؟ قولوا لي ليه؟ دايرة معارف بعملها دايرة معارف يا عيني قبل ما كملها شفت اللي كان واللي جرى شفت اللي كان واللي جرى حصلت معايا شوشرة ضاعت بطاقة العائلية وكرنهات النخبية وحتى رخص العربية وبلاش نقول النقدية بلاش نقول النقدية دور 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 بس بعقل منور دور 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 عرض طول وسألتني مسؤول دورت عرض طول وسألتني مسؤول ومشيت اغني مشيت اغني مشيت اغني مشيت اغني ومشيت اغني واقول يا ليل يا عيني يا عيني يا ليل اللي بنها والاشمولي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني اجيب شهاده ميلاد منين يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ناس قولوا لي اتولدت فين في اسكندريه لا 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 في البحيره لا 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 في العباسيه لا 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 في الحسين في اسكندريه لا في البحيره في العباسيه لا في الحسين صالح لففوني 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 دوخيني يا لمونة دوخوني 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 لففو لففو دوخوني يا لمونة دوخوني دواخو دواخو دواخو
حبايبي يا حلوين عشان بحبكم خايف من الروتين يوقف نوموكم يا حبايبي يا حلوين علشان بحبكم خايف من الروتين خايف من الروتين يوقف نوموكم بتأشيرة والختم ضروري ولوايح من عهد الغوري بتأشيرة والختم ضروري ولوايح وكلام يوميا يتعاد ورق دم غدير يا ولاد عمو فؤاد عمو فؤاد عمو فؤاد راجع يا ولاد كان حوالينا ومال وعنينا كان حوالينا ومال وعنينا سابنا تعالنا وراح نتقلنا قالوا مشاور عبد الوعد قالوا مشاور عبد الوعد خبر امال مين الراجل اللي جه خد مشيره ونزل 100% يبقى الراجل المزيف معقول ده معقول لا 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 انا مش مصدق مش مصدق انت مش عارف ان دي جريمه فظيعه عارف يا عطيه عارف يا سلام عارف يا عطيه طب لما انت عارف بتعملها ليه ما تبقاش خواف كده لا انا خواف وابو الخوافين كلهم انت عارف لو مسكونا هيعملوا فينا ايه هيعملوا ايه اعدام شنقا على الاقل اعدام شنقا ايوه يا استاذ ده اذا كان كمان القاضي ايه قلبه رهيف علينا وحنين علينا عطية نعم. انت هتصعب عليا قوي وانت بتتشنق لا يا شيخ هتكون معايا حضرتك ان شاء الله انا وانت لازم نتشنق في حبل واحد وانا مال وانا اللي خطفتها يا سلام تنكر ان انت لوحدك اللي خطفتها وتنكر ان انت اللي قلتلي خطفها وافرض انا قلتلك تسمع كلامي ليه يا عطية افرض انا قلتلك ارمي نفسك في البحر ترمي نفسك في البحر يا عطية مش انت يا ابني عندك عقل وتميز بيه ده معقول ده هدي نفسك كده وبلاش عصبية وعايزين نفكر لازم نفكر عشان نعرف نتصرف وبسرعة وبهدوء ليه لان مشيرة لازم تفقد الذاكرة ليه لازم تنسى كل حاجة في حياتها ليه يوه ليه يا شغل انا كل حاجة ليه 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 لازم تنسى شكلك خالص لما تشوف صورتك وانت منور وسط المجرمين مش لازم تعرفك دي فيها تناسي لا مش ناسي خد ليه يا شغلانة انت يا عطية اللي لازم تخبطها مش انت اللي لازم تنساك يبقى انت اللي لازم تخبطها عشان ما تعرفكش بعد كده صح انا صح. بعمل عشانك يا عطية صح اتفضل يا حبيبي الله يا عطعوت يا مجرمين يا طريق قطر قطاع طرق يا حرامية بتقول ايه دي؟ بتقول فكوني كل ده فكوني خمسة لو سمحت بص قدامك من فضلك بص بص هنا عد عد عمل ايه؟ عد 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 تنازلي وانا راجع؟ ايوه خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد دير. مش قادر مش قادر فيك يا عطية ايه؟ دي فيها اعدام اخبطها واخلص بس اصلا كنت عايز استجمع شجاعتي استجمع يا اخويا بس انت غلطت في العرض على فكره انا ما غلطتش انت بتتلكك طب ابدا من اول سته يا سلام هتفرق هتفرق ان شاء الله هتفرق هتفرق جاهز جاهز سته خمسه اربعه ثلاثه عطيه اثنين واحد
مش قادر مش قادر. وبعدين فين ما تضطرنيش يعني بديك على دماغك بالبتاعة دي. لا بلاش بتاعة دي خلاص. يعني ايه امال هنفقدها الذاكرة ازاي؟ لا نفقدها الذاكرة بطريقة تانية. هتعمل ايه يا فالح؟ اسمع هنيمها لك تنويم مغناطيسي. تنويم مغناطيسي؟ افقدها الذاكره بالتنويم المغناطيسي. هو ده ينفع صحيح؟ بس انت تعرف؟ اعرف طبعا. ده انا نيمها ونيم ابوها كمان. بتعرف يا عطيه؟ امال ايه؟ ما فيهاش هزار؟ لا 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 هزار ايه؟ فيها اداب. عارف عارف. اعدلها لي كده. يا اخويا خلصني خلاص. عينيها عامله بكرره قد كده. نامي 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 نامي. نعم عطيه. انت اللي نمت يا عطيه. معلش راحت عليا نومه. هعمل راحت عليك نومه. هنام تاني. نامي 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 نامي. ايه 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 فتوح إيه؟ انت عسلت ولا ايه؟ نامي نامت نامت الكلام جاي خالص فعلا. انت متاكد؟ ايوه. كلها انسي عطية وفتوح نهائي. انسي عطية وفتوح نهائي. نسيت عطية وفتوح نهائي. انسيهم من حياتك نهائي. انسيهم من حياتك نهائي. نسيتهم من حياتي خالص. خالص؟ انت قلت لها ايه؟ نهائي نهائي نهائي. طيب تشوف الصور دي وتحاولي تتعرفي عليه. اهو هو ده. طب بص تاني كده اتاكدي. لا انا متاكده بس هو كان من غير شنب. هو محامي عم فؤاد. هو محامي عم فؤاد اسمه ايه؟ اسمه علاء الدمنهوري. يعني ما اسموش عادل البغبغاني؟ بغبغاني؟ عم فؤاد ما يعرفش بغبغانية. اوكي اوكي اوكي. كان بناديه بيقول له يا فتوح. ايوه بالظبط فتوح. والتاني؟ التاني اللي هو شبه عم فؤاد. ايوه كان بيقول له كان بيقول له يا عطيه عطيه. فتوح وعطيه وشكوكو. نعم كلمه السر وصلت لفتوح وعطيه. مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ انا متاكد جدا. ازاي بس؟ يا من عم فؤاد يا منك يا من فرج سبهلله. طبعا انا. في حد يقدر يعملها غيري؟ وكمان بتعترف يا ست هانم. انا بتكلم على القهوه بس. انا بتكلم على كلمه السر. انت اديتها للراجل مزيف. شوف يا ست هانم كلمه السر ما اديتهاش غير لواحد بس عم فؤاد. يا سلام. وانت هتديها لعم فؤاد ليه؟ انت اديتها للراجل المزيف. ثم بمناسبه ايه هتديها لعم فؤاد؟ قال لي ان هو ناسيها ففكرت بيها. ناسيها بقى عم فؤاد هينسى كلمه السر؟ ما هو ده اللي انا قلته له يا استاذ هانم. قلت له حد ينسى شكوكو؟ قال لي شكوكو شكوكو. اهو يبقى انت اديتها لي وفرج. بقى كل اللي بيحصل لنا ده بسببك انت يا ست هانم. اعملي معروف بس افرق بينهم انا ازاي؟ الاتنين شبه بعض تلك الاصل. تلك الاصل؟ ايوه. خلينا في المهم. الكلام ده حصل امتى بالظبط؟ ساعة ما خد الورق بتاع البتايق.
يا نهار ابيض عليك، انت كمان اديته اوراق؟ ما هو استهام، انا كنت فاكره عم فؤاد الحقيقي. بقى احنا بقالنا شهرين يا فرج عمالين نلم في تأشيرات وموافقات واختام، هنرجع نعمل كل ده من اول تاني؟ شوف يا استهام، بصراحه بقى بقولها بمنتهى الصراحه، الراجل ده هو المزيف، لو ما اتمسكش انا غير مسؤول. نعم. قلت لك فوت عليا بكره، اتفضل. انت تعدي بعد بكره، اتفضل. انت تجيني بعد اسبوع، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما بيردش السلام، هيبه حكام. يا حضره، يا سيد، يا سيد، مناخيره عامله زي الختامه اللي قدامه. يا سيد، من فضلك رد عليا يا سيد. مش موجود. مش موجود ازاي؟ قالوا لي اسمك في بلد الحلوين. نعم، بلد الحلوين. ايوه، بلد الحلوين التي تحدها من الشرق الشرقيه ومن الغرب الغربيه وكفر الشيخ ومن الجنوب الايوبيه. معاك ما يثبت الكلام ده؟ لا متاسف، نسيت الاطلس بتاعي في البيت. اطلس ايه يا استاذ؟ الكلام ده لازم يبقى فيه موافقه من المدير العام او السيد الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب اسمع يا سيد، ممكن أتفق معاك اتفاق؟ تفضل. أي أنا هقول لك فزورة، إذا عرفتها همشي، مش عايز تأشيرات ولا حاجة. إذا ما عرفتهاش تبقى تأشر لي على الأوراق. ماشي؟ موافق. طيب اكتب بقى ده عشان ما حدش يرجع في كلامه، اكتب إقرار بكده. إقرار؟ أيوة. أقر أنا فرغبي كابوكي الدؤلي أنه في حالة عدم حل فزورة عم فؤاد أعطيه التأشيرة على أوراقه. لا 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 لا، اكتب الاسم كله. فرغبي كابوكي الدؤلي. الدؤلي. طيب كويس، نقول الفزورة؟ تفضل. يا بهية وصليني من 100 غمر الشربين، ونلف الدقهلية ونزور بلد الحلوين. جيت لك يا أم المزارع والناس الطيبين، بلد الكامل محمد ملك الأيوبيين. زرعت بذرة كرامة طرح النصر المبين. عجبي على لويس التاسع وجيوش الصليبيين، في قلوبهم العداوة وسيوفهم مسنونين. والحرب لما دارت على المعتدين، مبروك يا شيخ مجاهد، كسبوها الفلاحين. من واحنا في ابتدائي قال لي الاستاذ ياسين، ابن لقمان في داره ولويس في الدار سجين، حتى اسال 7 مايو 1250. عرفتها. عرفتها. طب ايه هي؟ كفر الشيخ. غلط غلط. تبقى خد بقى اشر لي على الاوراق كلها. يلا يا سيدي. الإقرار اللي معاك ده غير قانوني. ليه بقى غير قانوني؟ فوت علينا بكرة، لا عليه ختم ولا عليه تأشيرة. يا سلام. طب ايه؟ ما تحذروش. لا حذروا. ما تفسروش. لا فسروا. ما تحذروش. لا حذروا. ما فزروش. لا فزروا. احنا علينا المعلومات وانتوا عليكم تفكروا. انتوا عليكم المعلومات واحنا علينا تفكروا. سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ من ده على ده يا واد، لعبة وقلبة جاز. سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ من ده على ده يا واد، جد ولا لعبة؟ جد ولا لعبة؟ لعبة وقلبة جاز.
مدينة مصرية، خلي عليكم وعليا هقول فأوصفها شوية وانتوا تقولولي من دية. جهزوا جواباتكم يا ولاد، جهزوا جواباتكم يا ولاد.